الحلقة الأولى في شرح كتاب الفقه المعاصر، كتاب فقه البيوع والمعاملات المالية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف سندرس فقه البيوع والمعاملات المالية بدراسة ثلاثة أقسام؟ القسم الأول، لماذا نتعلم فقه البيوع والمعاملات المالية؟ القسم الثاني، كيف نتعلمها؟ القسم الثالث، أسئلة هامة فيها. طب نبدأ بالقسم الأول، لماذا نتعلم فقه البيوع والمعاملات المالية؟ لأن من أعرض عن تعلم الواجب من فقه البيوع مذنب في جميع الأحوال، عشان ليه احتمالين، يا إما أن يأكل حراما بسبب جهله فله خمس عقوبات ويأثم. الاحتمال الثاني، ألا يأكل حراما رغم جهله فله عقوبة واحدة. في جميع الأحوال هو معاقب وآثم. طب ما العقوبات الخمسة لمن أكل الحرام وما الدليل على كل عقوبة؟ العقوبات الخمسة، أثم لتلك فرض، اثنين فسد قلبه، ثلاثة فسد دعاؤه، أربعة لم يشعر بهذا الفساد لكثرة من يأكل حراما، خمسة في الآخرة النار أولى به. طب إيه الدليل على كل عقوبة من العقوبات دي؟ أول حاجة، فسد أثم لترك فريضة، لحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وده ما عملش الفريضة اللي عليه. طيب، وقال النووي يحرم الإقدام على البيع إلا بعد معرفة شرطه. وقال الشوكاني التفقه في الدين مأمور به في كتاب الله عز وجل وفي صحيح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بخاص بنوع من أنواع الدين بل في كل أنواعه، فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة العامة. طب إيه الدليل على العقوبة التانية أن فسد قلبه؟ قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وحديث سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشاهد إن قال الحرام بين والحرام بين، وقال في الآخر ألا وإن في الجسد مضغة. طب إيه علاقة القلب بالحلال والحرام؟ قال المناوي إشعارا بأن أكل الحلال يصلح القلب وينوره، والشبه تقصيه وتفسده. العقوبة الثالثة، فسد دعائه. الدليل عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، مع أنه توفرت فيه الأسباب التي تجعله يقبل دعائه، فهو مسافر مضطر أشعث أغبر، ومع ذلك لا يستجاب له لأنه أكل حراما. طب ما الدليل على أنه لا يشعر بهذا الفساد لكثرة من يأكل الحرام؟ عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه،
وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام. طب ما الدليل على أن النار أولى به؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كل لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. طيب إيه الدليل إنه لو ما كل إنه لم يأكل حرام ويأثم برضك إن رسول الله طلب العلم فريضة وهو ما أداش الفريضة؟ كده خلصنا القسم الأول، نخش في القسم الثاني. كيف نتعلم فقه البيوع؟ نسأل كل بيع ومعاملة مالية 5 أسئلة. لو 5 أسئلة أجابوا بنعم يبقى دي معاملة حلال. طب لو واحدة بس قالت لا أو 2 أو 3 بقت معاملة حرام، وما يأتي منها من المال حرام. طيب إيه السؤال؟ السؤال الأول: هل العاقدان راضيان؟ السؤال الثاني: هل العاقدان جائز التصرف؟ السؤال الثالث: هل المعقود عليه مملوك للبائع وقبضه ونقله من البائع الأول لنفسه؟ السؤال الرابع: هل المعقود عليه معلوم؟ السؤال الخامس: هل المعقود عليه خالي من العلل الثمانية التي تمنع صحة البيع؟ إيه هي العلل؟ علة الربا، الزنا، الميسر، الإيذاء، 4: الشرك، النجاسة، الرشوة، النهي الخاص. طيب نمسك أول سؤال: هل العاقدان راضيان؟ ما الدليل إن وجوه أن رضا العاقدين شرط لحل المعاملة المالية؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفات وبطلانها أئمة المذاهب 4. طيب ما صور المعاملات المالية المحرمة لفقدان رضا العاقدين؟ 1: من أرغم أخواته على بيع الميراث له بسعر قليل جدا، وإلا لن يحصلوا على أي شيء. فأخواته قدامهم اختيارين: يسيبوا كل حاجة يا إما ياخدوا القليل، فبياخدوا القليل. هذا بيع باطل، وهم يسألونه المال في الدنيا وفي الآخرة. من أرغم شريكه على البيع له بسعر قليل جدا وإلا لن يحصل على ماله، للمماطلة أو لتسليط البلطجية عليه، أو يقول له روح جيب فلوسك من عند الناس وهو عارف أنه مش هيقدر يجيبها، ساعتها ياخد القليل، وهو بيع وتنازل باطل، ويوم القيامة يسأله ما حدث، إن ده كله ده حرام. طيب ما يستثنى من هذا الشرط؟ ما البيوع التي أحلها الشرع رغم أنها تفقد لشرط رضا العاقدين؟ يحدث هذا عند حالات الإكراه بحق. يعني إيه حالات الإكراه بحق؟ زي واحد مفلس عنده عربية ومش عاوز يسد للناس فلوسها، ساعتها يجوز أن نكرهه على بيع سيارته والبيع صحيح رغم أن فيه إكراه، بس ده إكراه بحق. وزي حالات إكراه الجار، ودي أنا أخدها في الحقوق في الفصل الحقوق المادية للجيران. طيب السؤال الثاني: هل العاقدان جائز التصرف؟ ما معنى جائز التصرف؟ يعني حر بالغ عاقل رشيد. طب إيه الدليل على حرمة التعامل مع غير جائز التصرف؟ واشتراط أن يكون حر بالغ عاقل رشيد: أولا الحرية، لا يجوز التعامل مع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وما في يده ملك له، والحرية شرط لجواز التصرف. إيه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. اشتريت عبد والعبد دوت معاه 500 جنيه، بتوع مين؟ بتوعي ولا بتوع العبد ولا بتوع سيده الأولاني؟ النبي قال ده للسيد الأولاني إلا أن يشترط المبتاع، يعني كده كده النبي قال لا بتاع السيد ده يا السيد ده، يعني العبد ده لا يملك، فبالتالي مدام لا يملك يبقى لا يجوز التعامل معه. السؤال الثاني: إيه الدليل على حرمة التعامل مع الصغير والمجنون لأن العقل والبلوغ شرط لجواز التصرف؟ الدليل عن علي
عليه السلام عن النبي قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. مع موعدنا الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.